السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتاتي، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. تحياتي لكم كبير أخوتي أخواتاتي فين ما كنتم، داخل المغرب وخارج المغرب ودول العربية. أخوتي أخواتاتي وين ما كنتم في جميع دولنا العربية، أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلام وتكونوا بأمن وأمان. إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. خوتي خوتاتي، أنا اليوم فرحانة وجاية بغيت نتقاسم معكم فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله وفضلكم فضل متابعتكم الصادقة، والحمد لله والشكر لله أخيرا وصلني البين كود اللي هو سهرنا عليه وتعبنا عليه، والحمد لله ما مشاش السهر هباء والتعب، كل شيء الحمد لله. ونتمنى الفرحة لكم جميعا خوتي خواتاتي اللي مازال موصلهمش بين قود، إن شاء الله غير الصبر إن شاء الله حيوصلكم كاملين بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو هذا البين قود عليه، هو هذا جوجل أدسنس، هو هذا خوتي خواتاتي وصلني. فضلكم خوتي خواتاتي، فضل متابعتكم الطيبة والصادقة، وصلني هذا الكود. شكرا لكم بزاف 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 يا أحلى عائلة يا أحلى متابعين، شكرا لكم من كل قلبي، شكرا لكم. إن شاء الله ربي يحقق ما تترجوا، إن شاء الله ربي يعطيكم تيرضيكم يا رب. دعائي لكم وين ما كنتوا بالخير وبالسلام وبالصحة، أهم حاجة الصحة خوتي خواتاتي. وهذا الكود جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم، لو ما كنتوش انتم ما كانش غادي يكون هذا الكود. الحمد لله والشكر لله فضل ربي عز وجل. ولما تكون صادق مع الآخرين أكيد ربي حيجازيك بالخير وحيجازك بكل ما تستحق، والحمد لله والشكر لله. بصراحة ماشي سهل وماشي بسيط باش تحقق هاد الشروط كاملين وتوصل هاد المرحلة، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل كل واحد شاهد لي، وكل واحد خلى لي لايك، وكل واحد خلى لي ولو كلمة زوينة وتفرحتني أو دعاء. تنتمنى لكم من كل قلبي الخير وين ما كنتوا، ان شاء الله ربي يرزقكم ويعطيكم تيرضيكم يا رب العالمين. نتمنى الفرحة لأخوتي أخواتاتي اللي مازال يستنوا في البين كود، ان شاء الله جاي وغير الصبر، راه تيبغي الصبر أخوتي أخواتاتي. راه وصلني نقول شهر، لان كمل شهر، لان تلاقى مع العطلة ديال العيد. العطلة ديال العيد طبعا كل شيء مسكر يوجا، ويكون حاجة واحدة بغيت نقولها لكم، يكون العنوان صحيح، العنوان يكون صحيح. اي دكان ديال العائلة ستعرفوه، يعني يعطيكم العنوان صحيح. مرات حتى البطاقة الشخصية انا ما درتهاش، لان مرات يعني يتلاح عند الباب، مرات يشوفوا اي حد، لانه هو غير ورقه غير هكا بحال معك تيجي، لا في ظرف ثاني لا في شيء، مرات يضيع. من الاحسن، وانا ما استنيتش حتى درت العنوان ديال لوسي، عنده ورشه ديال نجاره، درت العنوان لكن مشيت ليه برجلي، لان غير حدانا البوسطة البريد، يعني بحدايا ما بعيدش مني، مشيت خليت اسبوعين ومشيت. انا نسيت بان العطله ديال العيد حتى هي محسوبه، مشيت قالوا لي لا ما فيش، قلت لهم جا ما فيش ظرف جا ديال جوجل ادسنس، قالوا لي شنو الادريس هذا، قلت لهم كذا، قالوا لي لا ما جاش، جا واحد لكن العنوان تاني. ما فيش الناس هنا بزاف ما دايرينش اليوتيوب، وخلاص عقب جيت ما بقيت رجعت، فاتت اسبوعين تانيات قلت والله تنمشي،
حتى مازال ما عنديش اللغة بزاف التركية، يعني مش مزيانة فيها بزاف. مشيت بروحي انا، راجلي يخدم ما كانش معايا، مشيت بروحي. قلت لهم جا ما فيش ظرف ولا مكتوب ولا حاجة فيها جوجل ادسنس، قالوا لي قولي لنا الادريسة. قلت لهم الادريسة ديال الورشة وكلها، ومازال نسيت شي اسماء. قال لي مش عارف، انا بقيت نقول وانا نتفكر بان عندي العنوان واخده النسخه في التليفون، وانا نجبده من التليفون عطيته لي. قال لي قولي هكا، قال لي هو يقول لي تاني خلاص وصل هو لقيته. وما تصوروش فرحتي، ما تصوروش خوتي، نتمنى لكم هاد الفرحه. الا كان ادي نصيحه مني، الا كان حداكم البريد واهم حاجه الرمز البريدي. انا خديت الرمز البريدي غير من جوجل، والله غير من جوجل، وما نعرفش وبحثت وغير من جوجل خديته، ديال مدينتنا حنا، ديال المركز الكبير ديال البريد الكبير ديالنا حنا، ديال المدينه اللي فيها انا، وخديته راسي من جوجل. وتنقول مرات مش ما هو مرات مش صحيح، مرات خليته درته في يد الله يعني، والحمد لله وكان العنوان صحيح 100%. ومشيت لي بروحي، قلت لي مشيت واحد اليوم للبريد، هو البوسطة او البريد، البوسطة هي اللي تيشوف فيها الرسائل، والبريد هو اللي بغيت تحول ملابس، المهم بضائع يعني بريد، والبوسطة هي اللي تجي فيها الرسائل، اي حاجة اي رسالة او اي هي البوسطة. لما مشيت للبريد قالوا لي لا خاصك تسألي في البوسطة، اركبي الفوق البوسطة حني البريد ديال البضائع. وشافوا اسمي كله قال لي لا ما فيش اسم حكيمة. وبعدين لما مشيت، المهم هو هذاك، قلت لهم الرمز البريدي كذا كذا، وقلت لي صح هو صحيح، هو هذا الرمز البريدي وهو هذا اللي انت فيه ده. خلاص يعني طمنت شوية وصافي. كان مشيت هذاك اليوم، مشيت ولقيت هذه الفرحة قدامي، الحمد لله. نتمنى لكم خوتي وخواتاتي، وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف 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 بزاف، وان شاء الله بالتوفيق للجميع، وان شاء الله ربي يحفظكم وين ما كنتو، واللي ناوي شي حاجه الله يسخر لي فيها يا رب، واللي ناوي الدريه صالحه الله يرزق الدريه الصالحه، واللي ناوي شي عنده شي حلم في خاطره يا رب تحققوا ليه، يا رب تحقق احلامنا جميعا. كلنا عندنا هدف، وكلنا غير الصبر الصبر الصبر. هذا اليوتيوب راه تيبغى الصبر خوتي خواتاتي، راه تيبغى الصبر. ان شاء الله اللي صبر ينال، والحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. ثم انتم يا احلى متابعين، يا اغلى متابعين، يا اعز متابعين، شكرا لكم خوتي خواتاتي، وسامحوني كان طولت عليكم فيديو، وبغيت نتقاسم معكم هذه الفرحه، ما فيش اغلى منكم تقاسمها معاه، انتو عائلتي الكبيرة. ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى تزيد تكبر عائلتي، تزيد تكبر. وحبيت نشارك معاكم هاد الفرحة، وصافي خوتي وخواتاتي، راه غير مجرد وريقة، ها مجرد وريقة تجي بحال ما هكا. هادو هنا راه تيجيو هنا المعلومات كيفاش تدخلي الكود، وهني راه الرقم الكود، ها هو هني صافي، ها هي وريقة بس فقط تجي بحال هكا صافي. هي هذه اللي عليها وكل هذه المعمعة كيف تنقولوا حنا، وصافي خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تفرحوا حتى نتوما، نتمنى ربي يوفقكم حتى نتوما خوتي خواتاتي. نتمنى ما نطولش عليكم فيديو ان شاء الله، ايوا انا شاركت معكم هذه الفرحه لانكم عزاز وغاليين خوتي خواتاتي. خليت لكم الصحة والعافية، وخليت لكم الهنا والأمن والأمان والسلام إن شاء الله. الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب، اللهم يا رب يرفع علينا هذا الوباء. واليوم بغيت نشارككم هذه الفرحة ديال بين كود ادسنس، ونتمناها لكل أخت وكل أخ. وشكرا لكم بزاف 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 بزاف، شكرا لكم على دعمكم المتواصل، على متابعتكم الطيبة، وعلى كلامكم اللي تتخليولي في التعليق.
تيفرحوني بزاف 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 بزاف، تيشجعوني تيفرحوني. شكرا على دعائكم، محتاجة الدعاء. بارك الله فيكم ولكم بالمثل خوتي، نتمنى لكم داكشي اللي تتمناوه لي تنتمنى لكم اكثر. ان شاء الله بالخير وبالصحة، اهم حاجة الصحة والسلامة، وباش ما تمنيت ان شاء الله يا رب العالمين. احبكم في الله، راكم عزاز وغاليين، وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.